يلا بسم الله على بركه الله. عندي هنايا قميجه ما عمرك درت لكم قميجه مسدوده ياك. هذه قميجه مسدوده من الامام ومن الخلف، ما طويلاش. مولاتها اقترحت عليها انا الصفات من الفوق حتى لتحت، كياكلني فمي. ما بغاتش، يعني بغات هي نص طوق. هما هو واحد الحاجه راه نص طوق راه مزيانه على الصديف من الفوق حتى لتحت. اولا الخدمه، وثانيا الثمن. شفتي كيفاش من الفوق حتى لتحت كطيح ليك شويه غاليه. حاولوا ديما الكليان ديما جروهم الحاجه اللي ما غاديش تخسريش عليها انت، بحال دابا الصيف فهمتي كتخسري عليهم القاطع والبليات وداكشي. انت كتخدمي ولكن ما كتخسريش على جيبي الصدايف، ما كتقبيش العين، ما هادشي اللي بنوصل لكم. المهم الكليان هنا جاب 2 متر ديال الثوب، الطاي تقريبا اكس ال ولا اكس اكس ال، ما غديداش بزاف. مسدوده من الامام ومن الخلف، هادشي اللي كاين. غنشدو اش غنديروا البنات. مسدوده من القدام، يلا اقتراحاتكم. غنتسناوها بالنوبه. غنطوي الثوب على 4، اش عرض ولا طول؟ عرض. بحال لا ماشي بحال على حسب، 2 متر العرض على 2، العرض على 2 في الخارج. عندي مسدوده، يلا اصبروا انا نقول لكم اشنو غديروا. يلا صبر شايطين غادي نشد الطول ديالي، سانطوليا غنشد الطول ديالي غنثني على 2 صافي. الطول ها الطول ماشي العرض، هو هذا الطول دابا سانطوليا. داكشي اللي بغاتو راه غتبغيه. ها الطريقه اللي غنطوي انا راه تعطيها حتى المتر ونص في القميجه صافي. المهم دابا نتوما يتسناو، غادي نطوي طولي على 2 ماشي عرضي. مزيان هكا، وغادي نثني يا اما غنثني بحال هكدا وغنخلي لها هنا الكمام، ولا غنثني وغالبا غادي نثني تقريبا هاد الطول ديالي على 2 وغادي نشدو ليا الكمام في التحت صافي. مزيان قميجه فيها 86 ياك، فيها 86، وانا الا طويت العرض ديالي بهاد الشكل هذا تقريبا راه 45 مزيانه. الا درت لها 45 مزيانه، حيت القميجه ما كتبيش اسمو. ها هي مزيانه 45 40 مزيانه، ولكن بما انه كريب رقيق 45 غتجي زوينه فيه. نعاود اشنو قلت؟ طولي طولي ماشي عرضي، طولي ماشي عرضي. هاكا هاد الطول تنيتو على 4. واخا واحد الحاجه كاينه، اشنا هي؟ هما الخطوطه صافي، الخطوطه كاينين هنا ولكن ما ماشي مشكل. غادي ماشي شي حاجه ميك مربعين، كاين شي غادي هكا وشي غادي هكا. يلا ما بينينش ماشي شي حيت عندها الخطوطه. الطريقه اللي قالت لها اخت كيتحل من الظهر. امتى كنحل من الظهر؟ كنحل من الظهر الا صافي، الا ما عندي حتى حل كنحل في الظهر. وغالبا انا امتى كنحل الظهر؟ كنحل الظهر الكساوي. قدوا معايا البنات الثوب مزيان، الكساوي بزاف هما اللي كنحل في الظهر. صبري انا نوريكم هاد الحاجه اللي كتكوني بوحدك. ها شدي الثوب ما كيتخلعتي. انا مازال ما بقيتش كندخل ونخرج في الهضره صافي. مزيان لحد الان باقا شاده معاكم. علاش هو اللي كاين ماشي مشكل؟ لا مزيان. اول حاجه كنمس هنا واش مقاد ولا ما مقادش صافي. سير زيد لا مزيان سيري، حيت اصلا الثوب راه مراجل واش فهمتي؟ ما يمكنش غادي صافي. كيمياء الثوب 2 متر 2 متر. البنات عطوني شي كري يكون في الاحمر، داك الاحمر الساطع اللي غايبان ليا مزيان. يلا حبسي وقفي. شي احمر البنات. هلا هذا ما مزيان. يلا على بركه الله. هذا السؤال قبل ما تبدا، ديك البوسبول اللي كنديروها وكتكون فيها واحد هاديك الدرس غنديرها لكم. هاديك بوحدها، هاديك كتخلي واحد 5 سنتيم شويه، كتخلي 5 ماشي شويه، كتخلي 5 ولا 6. كتفصل الامام بوحدو كيفصل الظهر بوحدو. غنديرها لكم ان شاء الله، ندخلها في البروغرام صافي. غنديرها في واحد الثوب ديالي، غنديرها في داك الثوب القهوي اللي ديال البارح. شحال فيه؟ هذا 2 متر على متر ونص. طول فيه 2 متر طول فيه 2 متر. يلا بسم الله. مثلا هذه بغات الطول،
ما غنديروش لها نفس الطويله. ما شحال ديال الطول بغات؟ راه حنا ها 60 راه داير لينا الكمام 100 100 وهذا راه داير ليا 100 110 110 داير ليا الكمام. ها الكمام ها تسني ها ها الكمام ها الكمام ها الطول الطول عطيني هاد الطول هذا عطيني 103 ما يمكنش شي وحده غادي تبغي اكثر من 103 بغات الطول بزاف كسوا زيد ها كسوا زيد الثوب هادي راه 2 متر صافي عاد زيد الثوب ولا زادت الثوب ياك بغات كسوا غادي نخلي هنايا غنخلي هنا الكمام ولا غنحيد نص متر و2 متر وغنطويها على هذا الشكل هذا هادشي راه صافي راه بديتو كتعلموا يلا اول حاجه غادي عندي هنا الخطوطه غادي نهبط عليهم وغادي ندير كورساج عادي شحال غندخل 8 زودة شحال غنهبط جوج يلا الكاميرا منظومي كندخل بثمانية كنهبط بجوج اي حاجه مسدوده من الامام ومن الخلف كندير 8 واخا فيها الباسبور الباسبور راه بيكون عنقها صغير صافي يلا ايه جمع ديال جوج لا عندها في الكتاف 40 شحال غندير ليها 20 صافي غادي نهبط بشحال نهبط بثلاثة وغنطيح الكتف ديالي فينا هو كتفي ها صافي غادي نهبط عندها ندير هذا الاحمر عندها 43 اللي عندها في ارتفاع الامام عندي لها 42 صافي عندها 3 ها لا مسدوده عندها 43 ملي نشوفوا ارتفاع الامام كثير حاولوا نقصوا ديك 1 سنتيم المهم 42 كافيه حيت ما غاديناش بزاف غير كتضع عندها في دوره الصدر 129 129 هذه المتا تاي اكس ال 129 فين هي واه هي ناري 129 تلاحظوا واحد الحاجه هنا زوينه غتعجبكم مزيان اللي كاينه عندها 64.5 يعني 65 65 قسمي على 2 عطاتني 32 اللي هي 33 غادي نزيد لها واحد اللي هي 34 غنحط ليها 34 ها هي 34 صافي غندير لها انا 35 علاش قالت لي شويه قالت لك لاله السيده بانه السيده كترضع ياك قالت لك بانه صدرها كيورم كيتنفخ ليها صدرها صافي يعني ردوا البال البنات لهذا الشيء التفاصيل راه كل كليانه راه كديرها بحال شكل ديال الطبيب النفساني صافي واش كتاكلي شي حاجه واش كتغلط هكا واش غتغلاضي واش فهمتي واش كتبغي الزيار واش كتبغي كتهضري مع الكليانه هو الاول علي ديك الساعه بحال قلتي حتى هي كترتاح ليك كتولي حتى كتقول لك لا فهمتوا كيفاش ها 35 35 غنطلع نحطها في الفوق ماشي عاديه تاخذي العبار انت كاع ما حاملها وكتفصلي ليها راه هذه راه هي الاستراتيجيه ديال راه كلشي الخياطات كيخيطوا ولكن خص تكون عندك التعامل ها شي حاجه مميزه على الخياطات الاخرين انا كاينه كليان اللي كتجينا كتعاودي كلشي وتخرج وتخلي ها جايه تخيط كتولي مجامعة مسكينه وعلاش كتلقى الراحه ولا تخيط في بلاصه اخرى بقات مازال تمشي تخيط في بلاصه اخرى باجي هي باش تجمع ما وتعاود لي صافي المهم هذا الشيء راه ما كيبانش هذا الخط مزيان حطيت هنا 35 نعاود نجي للفوق ونحط 35 شحال عندها في الكتاف 20 زائد شحال جوج هي 22 انا هنا وما بانش لي هذا الشيء كيبانش ياك المهم ماشي مشكل الكورساج عادي صافي غنجي لهنا غندخل بزوج لي المهم عندي هو نتوما كتشوفوا الدرس اوكاك فين هو الخط فين هي النقطه فين هي النقطه الاولى ديال اسم ديال 43 ديال 42 دابا بالاحمر هاك دخلت لي الاحمر مع الخضر مع ها 15 ها هي ثوب مزوق ها 15 هاكاك عقلوا لي على هادي السيده عندها 129 في دوره الصدر عندها 124 في الحوض يعني ها الصدر كبير وما عندهاش الحوض الصدر كبير وما عندهاش الحوض هاد 124 غنقسمها انا وغنشوف
تخرج لك قليل غيخرج ليا قل واخا تسني حنا نحسبوا 124 عطاتني 62 يعني 31 وانا شحال درت لها في دورات الصدر 35 يعني اش غندير لها في دورات الحوض لا ما جاش لها 37 غندير لها 35 غندير لها 35 نيت عرفتي علاش حيت انا اصلا نقص من 35 جوج سنتيم صافي صافي وغندير ليها داكشي اللي حطيت لها في الصدر هو اللي غنحط لها في الحوض غير الصدر دخلنا بجوج ولات عندها شحال ولات عندها 33 وهنا 35 ما ديروش ما ديروش عاوتاني بزاف الحوض راه هو هذاك الصدر البلاصه فين حطينا فين حطينا دوره الصدر هي فين دخلت واش فهمتي كيفاش هي فين دخلت اصلا هي في الاصل راه حزام مزيان غادي ندير لها الطول بغات 86 86 86 86 ها هي 86 زائد 8 زائد 86 غندير ليها 87 صافي وباش انا نفركسها غادي ندي هاد النقطه اللي عندي هادي وغنطلع ليها تقريبا واحد 15 نقطع عرفتي علاش دار لي هاد الثوب الدوخه ومع فيه الخضر وحنا طرسينا بالخضر و هذيك الدوره ها كنصور مالكم قلت انا ضروني عيني بروك عينيك كدوري هكا كديال عند المنتصف والبنات شوفوا فيا الا كان هذا ما ديروش العرض بزاف انا نوريكم شحال درت درت واقيلا شي 45 ولا 43 اصلا التعلم كيبغي الوان يكونوا لون واحد يا دابا ملي جابتها الوقت وصافي مالكو سولتني على الطويره شحال درتي الكريب ما خصوش يدور ياك انتي دوري تلاحظوا بان التركيز كبير ياك التركيز كبير حيت تبارك الله الصدر كبير مزيان هاكاك اي طونسيون غادي نحيد واحد ياك هذا الظهر وغنجي للامام دبري على شي ثوب يكون لون واحد شوفي شوفي تما فوق الماكينه داك القهوي اللي خدمتي البارح باش نخدم لكم الباسبور فيه راه هو دي ما ديرش شي بليكرو لا عندها لسعيه اصلا هي واش فهمتي وهي ما طالباش لا بليكرو ما طالبه حتى حاجه يعني الا كان الا طالبه هي البلي غنديروا ليها ما طالباش ما نديروش ليها انتي بغيتي الا بغيتي البليكرو كتصلي كتصلي الظهر كتصلي الامام بوحدو والظهر بوحدو كتصليهم جوج خطره في كتصلي كل واحد بوحدو كتصلي كتني كتني نور بوحدو كتني الامام بوحدو هاك داك هذا الامام شتو غادي ننزل شحال شحال هذا الوجه شحال ننزل 8 علاش 8 دغيا كنقول لكم دغيا دغيا انزل بخمسه انا انزل بخمسه انزل بخمسه ياك انزل بخمسه عندي صديفات هاكا غيتحل من هنايا ما فهمتش مسدود ولكن غندير صديفات هنايا انت غندير صديفات اي اي غير كي كان خمسه لا لا غير تحل صافي هبط بخمسه يلا هي يا واسكتي غادي ندير واحد صديفات صديفات غنديرهم ليها حيت هي عاد اش بغات بات مين تخرج صدرها ولا درت لها حتى لهنا راه ما خرج والو يعني غندير لها 27 صافي غندير لها حتى 27 زوين 27 مزيان وغادي نحاول انني غندير نقيطات صافي غندير نقيطات هادشي اللي غنديرو هنا غنخدمو هنا ولا كنزعما عاديه بكم ما كتهضر عاديه واش شحال بغيتي انتيا كتحكمي فاسمو انت كتحكمي انا ندير لكم دابا في الثوب نتوما كتحكموا في العرض اللي بغيتو صافي
المهم انا هذا ما نخدمش عليه، غنديروا لكم في توب سامبل باش تفهموا اكثر، باش تفهموا الباسبور كيفاش باش تخدموها وتجيبوها ليا ياك. بعدا تجيب الدار صافي تفهمنا على الجيب غادي يجيني هذا باندا ديال الباسبور، صديف ديال الباسبور، باسبور جي باسبور، لا ماشي باسبور، باسبور اودي ديريها الصيف، الصيف نستوك الله يرحم يباك، ديري الصيف نستوك خصنا نقراو هاد الاسماء نعرفوهم ديري عس... يلا البنات يلا يلا، هادي هي القميجه ديالي صافي، هادي هي القميجه، هذا هو الكول، هذا هو شحال قلنا كنهبطو، داكشي اللي باغا نتيا، اللي باغا ماشي تسوز، اللي باغا نتي صافي، اللي باغا نتي، انا ندير 21 21، هادشي كيطرس على الوجه ماشي على الكفه، وكديري نقيطات صافي، هاد النقيطات كيطرسوا مزيان، انتي كتحكمي في العرض اللي باغا، انا غالبا كندير فيها 3 سنتيم، 3 سنتيم كنقسمها على جوج، 3 سنتيم كنقسمها على جوج، واحد اونص واحد اونص، ومنين تبي تراسي تراسي بشي قلم بشي ستيلو اللي يكون ناضي باين، لا زعما اللي يكون عنده الطباشير يكون عنده القنت باش ما تزيديش صافي، هادي كتبينيها مزيان. دابا هذا الكادر في فين رسمنا هذا الشيء، كنرسموه في الوجه ديال البياسه، شحال درنا 3 سنتيم صافي، 3 سنتيم مزيان، الهبطه انتي كتحكمي في الهبطه اللي بغيتي، انتي كتحكمي دورو دورو جو قربوا حدايا، شوف هنا شحال ديال التسع نتوما مبعدين، انتي كتهبطي كتحكمي في الهبطه اللي باغا، يعني في العرض يا يعني اما هنا ولا هنا ولا هنا، انا عندي وحده تحلا كنت درتها ملي كنت كنتعلم مبطله صيفه حتى لهنايا، كتجي خطيره كتجي زوينه، يعني انتي كتحكمي فيه هاد العرض هذا عاوتاني، انتي كتحكمي فيه، ولكن هاد العبر هذا زوين ما ديريهاش عاوتاني كبيره فوق من صدرك، حيت الصيفات اللي كيديروا هنا كيديروها صيفات صغيوري، درنا 3 سنتيم واحد ونص هنا واحد ونص هنا، غادي نحيد وغادي نجي للباندا اللي كنفصل فيها، الباندا اللي كنفصل فيها شحال درنا تما 3، يعني غادي نتني توبي على زوج وغادي نعبر شحال 4 غنعبر 4 صافي، غنعبر 4 فيها 3 ديال هادي وفيها واحد ديال الخياطه مزيان، يعني نتيا الا باغاها كبيره درتي تما 4 شحال ديري هنا 5 ها 5، راه حنا هنا شحال درنا هنايا درنا 4 درتي هنايا زدتي واحد كتزيدي داكشي اللي عندك هنا وكتزيدي واحد ديال الخياطه، درنا هنا 4 هنا غادي ندير شحال غندير 5 صافي هكا، شحال درنا هنا في هذا الطول ديال هادي درنا فيها مثلا درنا فيها 21، هذه غندير فيها اكثر 25 لا اكثر 25 قليل، المهم كتزيدي نديرو 26 26 مزيانه، المهم تكون طويله عليها وصافي، ما شحال تكون طويله عليها فايتها تقريبا من ديك 4 سنتيم ولا 5 باش تحكمي فيها، فهمتوا كيفاش، هذه كندير فيها جوج جوج باندات، غادي نعاود نحلها وغادي نعبر شحال تكون هنا شحال حليده شحال تكون فيها 8 شفتوا شحال زايده راه طويه ماشي ملي كيطوى الثوب كيطوى الثوب كيتزاد 8 8 هادشي البنات غادي تشتي دوك العمليات ديال القلب ديال العروق، والله واخا تدخلوا تشفروا وانتم كاع كاينين في هذا العالم، شكون كيدق؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. مينا؟ سلام. صافا البنات 8 8 محلوله وربعة مسدوده، حاولوا نتوما خدموا انا علاش تنيت ثوب تنيت ثوب علاش تنيت ثوب غير باش نتحكم في ما يجينيش داير ما يجينيش مراجل، غادي نجي وغنعاود ندير غنعاود ندير 8 اخرى من احسن تفصليها محلوله ومن الاحسن من الاحسن تفصليها في الحاشيه اللي باينه قاده
انا صراحه كنخدمها كنخدم كنعبرها مسدوده وكنعاود نحلها ونعبرها عادي صافي البنات ها هما جوج واضح عندك الحق انك تخدميها على جوج يا اما كتخدميها بحال هكذا ما مفينياش ياك يا اما كتخدميها ما مفينياش ولا كتخدميها مفينيا باغا ديري الكل خدميها مفينيا يلا ها الوجه كان اعطوني بنات الفنيت غادي نطوي توبي على وجهه على وجهه ها هو وجهه جبدي ليا الفنيت وغادي نخيط انت كندير هاد الخياطه البنات كندير هاد الخياطه الا كنت باغا نخدم الكور الا كنت باغا نخدم الكور صافي لا غديري غديري غير الشوميز عادي كل شوميز اما اوفيسيه راه كتخدم كتخدميها مشيلي كتخدميها مشيلي الا باغا ديري كل شوميزي هادي راه كتخيط انا كنسرجيها مزيان كدير لها الفيزلين هذا ما كيحتاجش الفيزلين كنعاود نجي عاود ثاني كنخيط هاد البنطه هادي هادي اصلا قاصحه ما محتاجاش الفيزلين صافي هذا راه لوجه انا كنشدها وكنخيطها وكنديها للماكينه كنسرجيها صافي وكنخدم بها هكا كنسرجيها وانتم الا بيتو قاعد يعني تخدموها مزيان الفيزلين ولا بيتو قاع تهلاو فيها كتلصقي لهذا الفيزلين من التحت يعني الا جينا القواعد الصحيحه هذا كدير ليه الفيزلين كتحكمي فيه نقول لكم علاش كدير الفيزلين للظهر نقول لكم علاش حنا عندنا هنا واحد اللسان كيتقطع وهذاك اللسان ملي كدير ليه الفيزلين ياك ما كيبقاش يخلي لك مازال دوك الشنيتفات يعذبوك بحال قلتي كيفيكسي لك كل حاجه بلاصتها صافي داكشي علاش كنجي للظهر ديال البياسه وكنلصق واحد الطريف الفيزلينه في هذه البليصه هذه فكتلاحظوا بانه اي حاجه عندها علاقه بالكور راه كيديروا ليها الفيزلين غنلصق واحد الطريفه هنا هذا حتى هو كنلصق ليه الفيزلين في ظهره ماشي في وجهه في الظهر الداخل قبل ما يتخيط قبل منين كيكون باقي ورقه كنديروا ليه الفيزلين ديالو ندوزوا للخياطه الخياطه البنات ما واعرش وما سهلش اش كتبغي كتبغي هذا الحساب صافي انت هي كتحددي كتشوفي كل واحد في غادي تخيطي كتبغي هي شويه ديال الحساب بحال مثلا هادو غيتخيطوا هكذا صافي اش كديري كتجي لهنا وكتحسبي واحد سنتيم ها هي ها واحد سنتيم كترصيها كتلاحظوا البنات انا خرجت جوج سنتيم حيت ما كنحمش نخدم بهاد واحد فهمتوا كيفاش كنحسب واحد واحد هي ما تقولوا راه قول بتكم ولا هذا راه واحد هذا درت ثلاثه وقلت لكم واحد ما كنحمش نخدم انا بديك الحديده كيعجبني ديما نهرب الحديده على هذا صافي كنشوف بعدا فين غادي نحط كل واحد وكنعبر واحد سنتيم وغادي نجي لهنا وكنحطها هاد واحد سنتيم كنحطها فوق من هذا كنحطها فوق هاد الخط هذا صافي ها كنهبط بواحد سنتيم وكنحطها هنا وغادي نخيط هاد واحد سنتيم كنحطها على هذا صافي ماشي في الوسطاني لا كتكون قريبه لي كتكون قريبه لي واحد شوي عطوني الفنيت عطوني الفنيت لا انا كنخيط هذه كنقطع الطريقه سهله ها لا بجوجهم زوينين غير اللي تعلمتي ليه مزيان اللي تعلمتي ليه في الاول راه هو هذاك المهم انا صراحه كنخدمها هكا ما كنقطعش درنا عليك الساعه حتى تخدم المهم شوفوا نتوما كيفاش ديروا ليها هذه ما كتغامريش فهمتي واحد الحاجه اخرى كنطراسي هذا هذا هو اللي مهم وهنا راه خص يكونوا قد انا دابا غنوريكم الغلط اللي ما تطيحوش فيه قبل ما تقطعي فهمتي والفوق مال الفوق كتخلي واحد سنتيم كتخلي واحد سنتيم في تلصقي الكول شوفوا فيا البنات ها فين التله هذا يعني هنا اللي مهم في هادشي كامل ما كتهبطيش واحد سنتيم بحال لا 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 عليه لا عليه شوفي هبطي بواحد سنتيم هبطي بهذا فواحد سنتيم صافي اللي مهم هو انك كتوقفي هنا
هذه هي اللي ها هذه هي هي النقطه السر ديال هذا الشيء كامل. جميع ريوقك سمعتوني؟ ها هذه وقفت هنا حتى هذه خصني نوقف هنا. الا مشيتي حتى زقلتيها بغرزه واحده كيجي وجهها كيجي داكشي ماشي هو هذا. كنت بغيت ندمي ندبي تحطي الكور بغيت ندمي اش درت عرفتي علاش راه الا الا مشيتي خسرتي راه كيخسر الامام كامل. انا صراحه كانت كتعذبني في الاول كاين صافي كطيحي لها على قلبها صافي مزيان. حطينا هذا خيطنا اللي مهم هو انني هذا نفس العبار باش كنعرفوا انا بان نفس العبار قبل ما نقطع باش كنعرفوا بان نفس العبار. غادي نقلب ياك نقلب كولي نقلب هو هذا كولي وكندير ليه بحال هكذا وكندير ها الا جاني خط مقاد راه كنعرف بانني غادا مزيان صافي. حاجه وحده الا اللي شتو فايت مثلا هذا فايت في الخياطه حتى لهنا اشنو غندير؟ غادي نحل ولا غنزيد في هذا؟ لا غنزيد في هذا غنزيد في هذا نزيدو في هذا احسن ما تنقصو صافي. الا بان لك مثلا هذا زدتي مثلا هربات لك الغرزه زيدي في هذا شويه حتى يولو كيجيو قد قد. هذا هو السر فاش كاين هذا. حاجه اخرى عاود ثاني هو انه خصني ملي نعبر هنا شحال لقى؟ ثلاثه. لقى ثلاثه ياك لقى ثلاثه لقى ثلاثه نقدر هنا مثلا لقاها اقل ماشي مشكل ولكن هنا بالضبط خصني نلقى ثلاثه. علاش؟ حيت حنا بنطنا فيها ثلاثه صافي هكذا واضح مزيان. غادي نقطع حنا راه درناها الفين. يلا البنات يلا غنقطع. شوف البنات كنقطع كنقطع هذا 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 دابا هذا تقولوا لي شنو هو الدور ديالو هاد الخط هذا ها الدور ديالو هو انه كيتقطع. بسم الله قولوا بسم الله انا كنشوف راسي بنزبله كنبدا نقول بسم الله. شوف البنات ها كنجي كنخلي واحد اونص ياك كنقطع هكا زين شفتو ها كندير ها شفتوها كديري واحد التليته هاد التليته هادي ضروري البنات كتقطعي حتى عندها ولكن ردوا البال هي بشويه ياك ماشي نقص حافي وانتيا كتقرد دي فيه كنقطع حتى لعند اش حتى لعند هاد الغرزه الاخرى. نوضوا البنات نوضوا تشوفوا صافي كنعاود نجي لهاد الجهه الاخرى عاوتاني وكنقطع حتى لعند الغرزه الاخرى صافي كيجيني على هاد الشكل هذا شتي. هذا هو اللي كيكون الفوق يعني هذا غيدخل لداخل هذا هو اللي كيكون صافي فينا هو الفوق فينا هو التحت ها اليمين هذا ولا يكون الفوق يعني يكون هكذا اليمين ولا كيكون الفوق. الرجال كنديروا لهم اليسر على اليمين. دابا علاه عرفتوني اش كنخيط كتسناو يلا البنات هذا خصو يجيني هنا. اول حاجه بعدا قبل ما كنقاد تما كنقاد هاد البليصه هادي كنشدها بالفنيته تاعتي علاش باش ما تهبطوهاش تجروها لداخل. كنقاد هنا بالفنيت ها راه واخا بالفنيته تبارك الله شوفي كيجي خصو يجيكم هكذا. وهاد البلاصه هادي الا شفتوها مشدوده مناش راه هي كتكوني ما قطعاش مزيان ها هي ما قطعاش مزيان. غادي نهز غنهز البياسه ديالي وخصني نخيط هنا هاد اللسان بوحدو ما تشدوش ديال البياسه بالمره البياسه ما كتشدش بالمره. كنخيط اللسان بوحدو وقبل ما تخيطيه ديري ليه هاد اللعيبه هادي وقلبي حتى كتشوفي واش مزيان ولا لا. ها هو تبارك الله شفتو كيف جا كيجي على هاد الشكل هذا صافي. نجيبو هنا تي انت كما شاده مزيان صافي وكنحط عليه صديفات. انت كتحكمي صديفات قداش والصغار ولا كبار ايوا بيتو هذا بيت بحال هكا تجيبوه ليا ياك بحال هذا شتو خوه راه تبارك الله مخيطها بالفنيتات وشوفي كيف جا داير يعني نتوما راه بيت تشدوه ليا بالابره والخيط كضحكي عرفت كتجيبي ليا شي كول الجنون زيدي يعني الابره والخيط راه غادي يجي احسن صافي البنات. هاد اسم هذا الكول ديالاش الكول ديال باسبوال. هاللعيبه اللي قلت لكم هاد اللعيبه اللي قلت لكم شتي باش كتعاوني الا كانت طويله كتعاونك صافي وكتشديها كتقطعي منها وهادشي من طبيعه الحال خصو كلشي يكون مسرجي صافي واضح مزيان. نكملوا دابا الفوقاني وين هاد تسناي هذا الفوقاني هو اللي كدي عند السيد كيدير لك ليه العوينات. نعم غتجيبي الصديفات غتجيبي ليا الكول ماشي الصديفات
القوالبية جي مصليفات ولا الكون انا صافي هنا فاش كيتركبوا الصديفات ياك وهذا فاش كتحل العوينه ديال هذا صافي صافي مزيان يلا غنكملوا بلا ما نديروا لكم صوروه لكم راه غندير لكم عادي باسي ها خيطي هنايا كيجي واحد طويل وواحد قصير كيجي واحد طويل وواحد قصير كيجي واحد طويل وواحد قصير من خدمتك من الاول قبل ما نوريكم الديفول اللي كديروا باش كيجي واحد قصير وواحد طويل ملي كتكوني كديري كتخدمي كتجري هذا ما تجريش على لا غتخليه هنا غتفيكسيه هو الاول شوفي كتشديه بالفنيتات واحد الحاجه اخرى عاود ثاني منين كتكوني ما مخيط ما الخياطه ما مقداش لك هنا من الاول كتولي انت مدابزه مع هذه انك تقديها وهذا كتعوجي شوفوا فيا البنات تبعوا العبار ديروا نفس الطريقه ديروا نفس العبار راه كاع الاسرار اللي غتحتاجي في هذا الدرس هذا راه عطيتهم لك يعني الا ركزتي وخدمتي مزيان راه كوني متاكده بانه غتخرجي احسن من هذا ولا مشيتي تعلمتي هذا حلي المحل راه صافي راه يعني اي حاجه شتيها راه غادي غتخدميها صافي ها سيروا قلبوا على الحوان تكل الله يستر صافي البنات يلا سير صافي بالنسبه للقميص راه ما بقى لي فيها والو راه غندير غير الكمام ما كاينلاش نزيدوش طولوا الفيديو ما كاينلاش نصوروهم المهم انا المهم عندي هو هذا والقميص الطويه ديال الثوب هذا هو اللي مهم عندي يلا السلام عليكم.